قتل الترجي، 10 شوتات على الجول مقابل شوطة واحد وواحدة للترجي، كذلك 13 ركنية مقابل 2 ركنيات فقط للترجي. معز نحى 10 كرات في الماتش، اعتبر قلنا نحى تفابون ونحن، لكن نحى 10 تصديات عمل كاملين، وفي مقابل تصدي وحيد الحارس المازنبي اكيد تذكروه، تزيد غالين شعليني نحاها ومشيت ركنية. كيفاش تقرا ارقام هذا معركة؟ والله ارقام كبيره والواقعيه حاجه اخرى، خاطر مش كل كيب تسيطر يعني على المباراه هي اللي تفوز، ثم واقعيه اخرى في التيران حاجه اخرى. شفنا يعني 22 اوكازيون المازنبي اليوم، بصراحه حاجه كبيره وحاجه تدل اللي ملعب هذاك كما قلت من بكري راهو صعيب، لكن اهم حاجه انه ما قبلناش اهداف اليوم، والاولاد كل كانوا حاضرين معناها على جميع المستويات، كانوا حاضرين معناها كانوا واقفين مليح. شفنا سرتان مومون مازنبي زاد معناها قلق يعني من الكوره يعني، وشفنا برشا دي باس لونغ، ولو انه الفريق هذا ماهوش من عاداته يعني يلعب لي باس لونغ في بلاده، يدل انا الترجي التونسي واقف مليح وقلق برشا فريق المنافس اللي هو مازنبي. ارقام بصراحه كما قلت برشا فرص، حتى نسبه امتلاك الكره كانت المازنبي ما كما في رادس يعني، احنا نسبه امتلاك كانت عندنا بنسبه بتاع 75%، لكن احنا كنا واقعيين وسجلنا هدف في رادس. هذاك الحاجه اللي غابت اليوم على مازنبي، تحكم في جميع المباريات، برشا كورنرات، برشا تصويبات على المرمى، نسبه امتلاك الكره كانت عاليه وعاليه جدا، لكن واقعيه الميدان او نقول لك خبره الترجي التونسي كانت اقوى من فريق تي بي مازنبي. بالنسبه ليك راه يعني كما قلت لك الماتشات هذوما راهو معناها صعب برشا، سيرتو في الميدان نتاعهم مازنبي فريق قوي برشا، فريق معناها في كل ماتش ولا يمركي معناها الاتاك نتاعو يمركي. تشوف اليوم معناها كما قلت لك معز كان حاضر، رميل بورسون هذاك اللي خلى الاولاد الكل معناها موتيفي. قلت لك الماتشات هذوما راهو اغلبيتهم معناها ما يتلعبوش، يتربحوا يتفكوا معناها لو بلوز امبورطون اللي احنا روحنا بالترشح نتاعنا. كيما قلت لك انا عندنا غلط معناها نحاولوا نصلحوهم، مازال قدامنا الوقت وعندنا زوج ماتشات ان شاء الله معناها نحسموا الترشح نتاعنا من الماتش اللي ان شاء الله. باهي نحكي عليك انت شويه، الفينال تكون موجود ان شاء الله، ان شاء الله اكيد لك الريتور في تونس، ها باهي باش يكون في المغرب والريتور في تونس ان شاء الله. ديجا قلت لك معناها الاصابه نتاعي مش خطيره برشا، طلب جرون ماكس معناها دو سيمين ليسونسييل معناها الجروب كامل حاضر، وان شاء الله ريكيبيريو الناس الكل ونكونوا يد واحده في الفينال وان شاء الله نتوجوا. بديت تفك في بلاستيك هكا شويه شويه في التشكيله، سجلت في المقابلات مقابله حملنف هكا حملنف في ماتش الاخر ميسي لعبت مقابله كامله، فهم لاعبيه بون جايين بالفلوس من برا وقعدوا على البنك ما نسميوش شكون ميسي بالي. شنو الديسكور قاعد يحكي فيه معاك معين؟ شو دخلك في الجروب؟ كما قلت لك معناها سي معين وسي مجدي ديما معناها يموتيفيو فيا في سيرتو في الماتش اللي نلعبه، معناها ما يحطوش عليا بريسيون جمله، ديما لعب كيما تترين خليك اليز اعمل كور كيما تعرف، معناها ما يخلونيش سو بريسيون جمله معناها. واهم حاجه معناها اللي توا معناها كل واحد يعطيه حقه معناها تخدم تلقى الجروب نتاعنا معناها ريش وريش برشا، دونك منافسه كبيره في المجموعه، واللي يخدم واللي يستحق معناها باش تلقاه في التيران ما فماش حاجه اخرى. هو رائد يعني عنده ليكاليتي بصراحه، وكان ورا ذا كل في برشا مباريات، بتيتر اليوم كان جاي حاضر زاد يعاون، شفنا معناها حتى فما لقطه كان خليل شمام معناها كان معناها يطلب من الدوزيليه باش يرجع في الاخر معناها في مع اللي هما وقتها كانوا يلعبوا البدري والبليلي، يمكن رائد معناها بالسرعه نتاعو بالكاليتي معناها شفنا، خاطر تبدا كرة عند ليزيليه اليوم ما كانوش يستحفظوا لها برشا، كان ما تضيع معناها ما البدري ما لقاش ليفور فيزيك باش يهز كرة يفسخ ملاعبي ويعمل ترانزيسيون ويقدم بها قدام. يمكن كان جاي رائد اليوم حاضر معناها بالفيفاستي اللي عنده وبالكاليتي التكنيك اللي عنده ممكن يكون حاضر، ولو انه معناها الملاعبي مازال يزيد يخدم ومعناها يلزم في كل مباراه ياخذ فرصه نتاعو، خاطر مش قاعد يشارك في كل المباريات، لازم يوري اللي هو معنا الترجي مستحقت له واللي هو يعني عنده بلاصه في الاكيب، ولو ان المنافسه معنا كبيره مع البدري والبيلي والهوني، لكن هذيك تخلي ملاعب يكبر وتخلي ملاعب يزيد يخدم باش يفتك مكان نتاعو، خاطر في الترجي ماهيش ساهله باش تفك بلاصتك بصراحه، سيرتو في لي بوست هذوك تعرف ملاعبيه ديما تجي من برا ديما بالفلوس
هو عنده لي كاليتي كل باش يكون اساسي في الترجي، لكن كما قلت لك من بكري ما يزموش يقلق ويزمو يخدم ويزمو يتعب وكل شيء يتفكر، ما يجيش كادو، ما فماش كادو في الاسبيرونس، كل شيء يتفك بالتعب وبالجهد وبالجرينتا كما يقولون. باهي حتى تو نتابع في مواقع التواصل الاجتماعي حتى على الباج نتاعنا كما قلت لك سبيكس اف ام كومنتات، صحيح العباد فرحانه بالتاهل لكن الناس ما تعودتش الاسبيرونس تلعب بالطريقه الدفاعيه ذيك وتقبل الفرص هذوك الكل. نجم نقول مثلا ثمانية اللي كريتهم للكلوب خليت الملاعبية يهبطوا حاضرين أكثر من لازم ولا ما عندوش علاقة؟ والله إلي ما أنا نتصور ما عندوش علاقة، لكن لك الفلاس ديما يقعد هذاك موجود لو تحب ولا تكره. أنا مازنبي راهو فريق كبير، راهو في ملعب كيما قلت لك صعيب برشا غادي، لكن ما نساو زاد راهو اسبيرونس اون 2011 كانت خسرت نهائي غادي معناها بطريقه معناها غادي كنا خسرنا معناها 5-0 غاديك، راهو الملاعبي وبرشا ملاعبيه معناها كانوا في المباراه هذيك يلعبوا اليوم، معناها خديجه شمام وعز معناها فما ملاعبيه كانت لعبت وقتها حاضرين اليوم. ما نتصورش معناها كانت تاثر على مردود، نتصور الطريقه هذيك اللي توخا معين شعبان حتى قلت لك انا ديما نمشي حسب الديكلاراسيون تاع معين، قال احنا باش نلعبوا ايكيليبري معناها في تونس وما نتصورش قلت لك في مازنبي باش يمشي جازف وقت اللي هو معناها عنده الاسبقيه نتاع هدف 1-0. الطريقه نجح بها بصراحه، تقول لي دفاعيه مش دفاعيه، اعطيني من بعد شكون في الفينال؟ معناها عادي انا نحل اللعب ونمشي نضغط الفوق ونبريسي معناها ونلعب مركاج معناها اوم ونحاول نستحفظ على الكوره معناها وما نطيشهاش، نحاول نخرج بكوره معناها من الدفاع الى الهجوم، وفي اي في لحظه في اي لحظه من اللحظات تسجل لك هدف. اليوم لا شفنا العكس، شفنا ايكيب اكيليبري، ايكيب معناها تعرف اش تعمل، معناها لاعبين عندهم خبره. رغم ذلك كله شفنا زاد مازنبي وصلت برشا للكاج، معناها خلي لو كان تلعب عالي وتترك المساحات باللاعبين اللي عندهم هما معناها بالسرعه اللي عندهم هما معناها عادي راه تخسر غادي وعادي راه تقبل اهداف وكما زاد عادي تسجل اهداف. ديما نحب نمثل طرف المقابل هذا الى اخره عربي، لكن كما كنت تلعب القدام كنت لازم تسجل زاد تسهل برشا الماتش. بيان سور قلت لك هما شوف هو راه كل مدرب عنده لي شوا نتاعو، هو اختار شوا اليوم باش يلعب معناها ايكيليبري ما يطلعش معناها عالي برشا باش ما يتركش مساحات. خليني نقول لك ما علينا كان نشكروا اليوم الاطار الفني اللي نجح في الخطه هذيا رغم الانتقادات، يعني في مباراه الذهاب اللي لعب بنفس الطريقه لكن نسبه امتلاك الكوره كانت اكثر، نجح فيها بصراحه الطريقه هذيا وهزت الترجي التونسي اليوم للفينال قدام فريق قوي اللي يقول عليه القوي مازنبي، لكن الترجي بصراحة أقوى بكثير من 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 تيبي مازنبي. وراه شوف راه ما تلقاش راه ايكيب تخلد للدومي فينال ولا الفينال، راه بزهر راه كل شيء يجيب التعب، راه كل شيء يجيب بال 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 ساكريفيس، راه باش تهز التيتر اليوم لازمك تكون انت احسن واحد، معناها احسن واحد معناها في كي باش تلعب بطريقه دفاعيه تكون احسن واحد، كي باش تلعب بطريقه الهجوميه تكون افضل فريق. راه باش تهز التيتر مش تيتر مش يجيك يعيد لك واحد ويقول لك اجا يا ترجي ريفي تونسي جهزني، لا لازمك تكون عندك الكاليتي مع ديفونسيف وفونسيف قويين، تكون عندك اطار فني زاد محنك يعرف اش يعمل، وتكون عندك زاد هيئه مديره تعرف كيفاش تدرس معناها طيله الموسم جل المباريات باش تلقى روحك ديما مرتاح في كل مباريات وتخت النهائي تلعب. خاطر شفنا روزنيما ماهيش سهله كانت ترجي ريفي تونسي، كل ثلاثه اربعه كل ثلاثه جمعه مباريات، كل ثلاثه جمعه مباريات طيله موسم كامل، ورغم هذا كل ترجي متصدر البطوله مترشح معنا في كاس تونس اليوم نهائي معنا رابطة ابطال افريقيا وممكن ياسر يفوز به امام الوداد البيضاوي. برافو للاسبيرونس، برافو للناس كل اللي ساهموا في الترشح هذايا، ولو انه الهدف مازلنا ما وصلناهوش اللي هو التتويج برابطه الابطال الافريقيه. نذكر الساده المستمعين نجموا يتفاعلوا معنا على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام سبور وكذلك اكسبريس اف ام كيما رضوان جلوز متغشش قلنا المهم ترشحنا يا معلم في مازنبي تحب تجيب البرصه قال لك ما تربحش غادي. رائد كما كنت نحكي العربي الهزيمه نتاع الكلوب 8 وحتى الهزيمه نتاع اسبيرونس قبل 5 في مازنبي ترجع شويه في مخاخكم انتوما الملاعبيه ولا؟ لا ما ترجعش خاطر احنا ماناش نادي الافريقي معناها احنا الترجي دي التونسي مشينا لمازنبي باش ندافعوا على اللقب نتاعنا معناها احنا المتوجين السنه الفارته دونك هذا ما عندوش علاقه معناها لا في المخ. تنجم تقول لي ايه الخمسة اللي خسرناهم في مازنبي ايه روفونش معناها اللي نحنا جمعية أخرى ما تعنيناش، لو بلوس امبورتون معناها اللي احنا ترشحنا كيما قال لك عربي معناها راهو معناها مازنبي في تيران تاعها يتحولوا جوارات معناها كيما شفت بوستيون دو لابال في تونس
احنا 70% غادي معناها ولات العكس. لو بلوز امبورتو اللي احنا ترشحنا كيما قلت لك واي نقائص معناها عندنا في البارتي نجمو نصلحوه، معنا الوقت عندنا تو معناها باش نصلحوا اي حاجه معناها ناقصه. كي الرجنه نتاعنا خايبه كيما قال لك عام كامل معناها نكورو كل 3 ايام ماتش. ليسونسييل احنا معناها موافقين ستاف يعرف باش يجري المباريات نتاعو، لولانيين في الشامبيونا فينال تشامبيونز ليغ مترشحين في الكوب تو وصلنا للعين. ليسونسييل معناها نكملوا معناها بالكدا وان شاء الله ربي يوفقنا فانا باه. باش نكملوا نحكيوا على ماتش ليسبيرونس و تي بي مازنبي، نعمل تفتيحه مع الكويز اكيد جربتها عربي تي الجمعه اللي فاتت، نجربوها الجمعه الجايه مع رائد اللي فات. نمشيو لكويز لكويز. رائد مجموعه من الاسئله جاوبنا في اسرع وقت ممكن وفي كلمه واحده، وما تخممش برشا وما عندكش حق تمتنع على الاجابه. لا على طلع الاجابه يا خويا. باه شكون احسن لاعب تونسي مازال ينشط توا؟ احسن لاعب تونسي مازال ينشط توا برشا. اي واحد سمينا واحد برشا. تخممش برشا. رائد الفاتح. لا لا سمينا بخلاف رائد الفاتح، ما تفهمين فيه هذاك احسن واحد. لاعب تونسي في تونس ولا كيما تحب انت، المهم تونسي. يوسف. يوسف المساكني. احسن لاعب تونسي في تاريخ تونس. لاعب تونسي في تاريخ تونس العقل. نرجع للارشيف توا. لوج. نرجع انا. حلك اليوتيوب توا. لاعب تونسي تشوفه توا قادر ينجح في الاحتراف. لهنا تجي تقول لي انا. ميساج عطيك بيرميسيون. بيرميسيون. عطيتك في فير توا ما عادش عندك حق. لا لا عاد لا. اقرب لاعب ليك. اقرب لاعب لي من معناها من الكل ولا؟ اون جينيرال. برشا صحابي نسمي لك معناها فماش واحد فما يكوروا معايا عز بوستة عز يشتي بسام صرار في منتصر تبورسكي برشا معناها صحابي ديما معايا مالك ميلادي قراب لي برشا معناها بليل ماجري يكور معايا مين مسكيني. شكون تشوف احسن مدرب تونسي؟ برشا كفاءات تونسية. اي سمينا واحد على توا عطيتك برشا فيفيريت. رد بالك. برشا كفاءات. بعدين رد بالك. عندك مدرب دو فوا شامبيونز ليغ رد بالك. معين نقولوا. احسب واحد. معين وقلت لك برشا كفاءات معناها في تونس برك الله عليه. احسن مدرب ترينيت عنده. والله فماش احسن مدربين عنده كلهم كفاءات. لا لا كلهم كفاءات معناها كل واحد ناخذ منه كل واحد نتعلم منه معناها. باهي مدرب عنده فضل على رائد الفاتح. يسمي الناس ما تقوليش كلهم كفاءات. ماتش ما تنساهش. وين لاعب فيه ولا ماتش ما تنساهش؟ لاعب فيه هاي. عارفش بتيتر حتى في لي جون ما تنساهش. لا في لي جون بتيتر الماتش هو الماتش لعبته في تشامبيونز ليغ ما لعبناه كونتر بلاتينيوم. خاطر هو الماتش معناها عندي في تشامبيونز ليغ. بونتو ما تنساهش. والماتش رجعت بعد الكروازي والبونتو ماركيتو. كي وقتاش البونتو وشكون و كونتر قروان في قروان. اول ماتش هذاك من اللي رجعت معناها بعد 8 شهور من اللي صاب. احسن بونتو سجلته مزيان بونتو مزيان مع ليكيب ناسيونال كونتر مالي. اوصف فينا ميساج. والله عندي منه لما حالين على اليوتيوب حاسيلو معناها كوره دوزيام بال طايحه عزيز تيوي كوره واحده معناها حطها في الاتاك انا وديفونسور ما حدا بعضنا هزيتها بيه وهي على الطاير عاودت حطيتها باليسار في التسعين كارتيان. بهذا تفكرت البونتو. عندي منه يعني. بونتو تمنيت لو كان كنت انت سجلته. بتتر بونتو انيس ثالث. فينال. فينال. انيس ديما يقولوا لي بونتوات ويحبوهم العباد. اي واحد يجيني يقول لي مثلا بونتو في الكونغو برشا قالوا لي بونتو هذاك حبينا نكونوا احنا نسجلوه. ديسيزيف انيس وفي كاس معناها. معناها بونتويت دو فالور معناها اي واحد يتمنى يكون معناها يماركي كيك ليسونسيال يماركي انيس اي واحد ليسونسيال احنا ديما الفوق في العالير ان شاء الله. ديفو فيك ما يعجبكش في الكوره تحب تصلحه حاجه تخدم عليها برشا. بتيتر نشد كوره اكثر من اللازم. باهي شكون احسن لاعب في العالم؟ ميسي. احسن مدرب في العالم؟ زيدان. ما قلتليش برشا كفاءات لهنا. خاطر انا مقتنع بالحاجه هذيك. فريق في العالم طموحك توصل تلعب فيه؟ برشلونه. كانت هذه لوكويز. لوكويز. مواصلين نحكيو على مقابل الترجي ومازن بي. عربي ظهر لي الفينال باش يكون ضد الوداد البيضاء وضد فوز البنزرتي. صحيح فينال مع الوداد
صراحة خير من اللي جينا فريق يعني ما نقولوا احنا في القارة الافريقية ويعني الديبلاسمون يكون ديما خايب غادي وشفنا كما شفناه اليوم. نتصور هنا قريب في المغرب اجواء قريبه لنا برشا كما تونس فريق لعبنا له برشا مرات وعندنا اسبقيه معنويه عليه. كنا ربحناه في 2009 في الفينال كاس العربيه هنا في تونس فينال 2011 زاد 2011 زاد كيف ولا نتصور عندنا اسبقيه معنويه عليه. وديما الدربي المغاربي هذايا تعرف ترجي ديما في الديربي تلقاها يعني فافوري على برشا كيبات معناها في العرب. وان شاء الله نشوفوا فينال باهي وان شاء الله الكاس هذيا معناها تكون من نصيب الترجي التونسي. ولو انه الفينال مش يكون سهل بصراحه خاطر مع المدرب فوزي بنزرتي اللي تعرف فوزي اي كيب بصراحه يشدها تتحسن برشا وتطلع في بالي وتطلع في نيفو قوي وتولي تنافس يعني على جميع المستويات. وورى ذا كل فوزي مزارتي مع جميع الفرق اللي شدها بنسبة 80% كان توج معهم كل بالألقاب كسوة في تونس كسوة البرة أو مع الرجاء أو مع أو مع أو مع مع الفرق التونسية. فينال مستحق لدوزيكيب نصور هذوما أحسن فرق معنا كانوا في الـ في الـ في الكأس الإفريقي الرية معنا ربحوا أكثر مباريات. ان شاء الله الترجي يكون هو الافضل وقادر الترجي باش يكون افضل. ولو انه حسب الورق اليوم الترجي التونسي عنده من الافضليه وعنده من الاسماء ومن الخبره باش يكون اقوى من وداد البيضاوي. ولكن حقيقه التيران كما قلت لك رايحه حاجه اخرى لكن من هذه المباراه لكل حادث حديث خاطر برشا حسابات وبرشا مجريات تعليقات للي غادي كما قلت انت وروتور في تونس تتبدل برشا حاجات عكس الدومي فينال هذا اللي كان صعيب بصراحه وصعيب برشا. لكن الفينال يجي كان بالغسره وبالتعب وبالمجهودات. رأيت الفينال كيف تشوف ضد الوداد؟ والله احنا عندنا اسبقيه معنويه عليها معناها كيما قال لك عربي معناها جاتنا ظروف توالمنا كيما نقولوا احنا بتتر ظروف كيفنا معناها في تونس خير من اللي جينا معناها في الافريق. كيما قال لك في الورق احنا خير منها ما حتى تروح موسيل هذا فينال معناها والفينالات معناها باللي تلعب 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 تنجم تخسر معناها الفيناليت لازم تكون حاضرين 100% خاطر الفيناليت ما تلعبش تتربح. البليز امبورتون احنا نكونوا حاضرين ليفيكتيف كل يكون كامل ان شاء الله يرجع المضروبين الكل وقدرة ربي معناها نكونوا 100% حاضرين الماتش وان شاء الله نتوجوا باذن الله. الماتش ضد فوزي بنزرتي عنده جو سبيسيال ولا؟ بيان سور سي فوزي معناها غني عن التعريف ترانيت عنده كورت معاه في المغرب زاد كورت معاه معناها يعرف الكره التونسيه بالكدا باش يحضر لنا بالكدا معناها. وكما قلت لك معناها بريسك مريني معناها ليكيبات الكبار في تونس الكل سورتو ليسبيرونس معناها اللي عدى فيها سنين وسنين دونك يعرف كل حاجه معناها على الجمعيه. دونك احنا لازمنا نكونوا حاضرين كل سيناريو نقراو الحساب ونعرفوا سي فوزي معناها يحب الاندفاع يحب معناها يربح ويقتل ماتشوه من الاول هذا معناها اللي نعرفه انا خاطر متريني عنده معناها احنا نكونوا حاضرين كيما قلت لك من الاول وناخذوا باينه من الاول باش نسهلوا على رواحنا بارتي روتور ان شاء الله. باش نسالك عربي باهي حاجه حبيت تقول هو حابين نقول لك الفتره هذه نتاع الترجي التونسي بصراحه بالافكتيف اللي عنده وبالاسماء وبالاداره وبالظرف هذا اللي عايشين فيه الترجي قادر بصراحه انه يسيطر على الكره الافريقيه معناها عم ناول وسناء من فرصه السناء حتى قلت عم ناول كان افكتيف كبير عن الترجي اللي خسر الفينال زاد هو خليني نقول لك من 2011 لتوا الاسبيرونس معناها براتيكمون معناها ديما حاضره في يا تقع في الدومي فينال ولا في الفينال. لكن خليني نقول لك معناها من ثلاث سنين لتوا الترجي التونسي معناها اول قدام معناها امام فرصه باش نقولوا يحتل الكره الافريقيه باش يسيطر عليها كيما عمل الاهلي المصري معناها في مطرد 10 سنين كيما عملت مازنبي وكيما لا مازنبي ما مش كيما الاهلي معناها هزت 9 القاب معناها وفما 4 ولا 5 متتاليه. الترجي اليوم قادر انه يعمل كيما خير من الاهلي على شرط يعني معناها تكون ديما الدراسه يعني تكون متوازنه وتكون معناها الافكتيف ديما يكونوا هكا في حجم الترجي ويكونوا اللاعبين ديما هكا في حجم الترجي قادر باش
يسيطر على الكره الافريقيه ويتوج برابطه الابطال لعده مرات ويذهب معنا لكاس العالم وبوركو با تخلط فينال معنا كوب دي موند. وخاطر الترجي اليوم بصراحه قوي برشا واحسن فريق اليوم في افريقيا اللي هو الترجي التونسي. علاش قلت لك انا خاطر مش بالسهل باش تدخل الفينال ومش بالكلام، راه خاطر قبل عملنا شامبيونز ليغ كي وما خلطناش ديما نخرجوا من ليبول او من الكارد دو فينال، لكن بالافكتيف هذا وبالاداره وبالعمل اللي قاعدين نقوموا به وبالجماهير اللي قاعده تدعم وباللونتوراج اللي داري بالترجي التونسي، ترجي امام ظروف ملائمه باش يسيطر على الكره الافريقيه. نقول كي مسالت رائد عربي فوزي يعرف مليح الاسبيرونس والاسبيرونس تعرف مليح فوزي، كيف كيف معين وفوزي خدموا برشا مع بعضهم، العام هذا شكون يخدم في الحاله هذه؟ والله شوف خليني نقول لك، هو توا الوداد كتاب مفتوح والترجي التونسي كتاب مفتوح. فوزي رانا ترجي واحنا ترينا عند فوزي برشا والوداد لعبنا لها وجل المباريات كلها مسجله والدوري نتاع المغرب مسجل والارقام كل موجوده. والترجي بصراحه ما تنجمش تخبي حاجه اليوم، ما تنجمش تعمل سوربريز، ما تنجمش تفاجئ معنا فريق منافس بحاجه، كل شيء واضح معنا. الافكتيف معنا كل يعرفوه، فريق ما وداد كل معنا الافكتيف كل معروف، الاطار الفني كل معروف، لكن يمكن فوزي بزرتي باش يحط كما قال رائد يعرف معنا شنو هي المونتاليتي تاع التونسي، يعرف شنو هي نقاط ضعف الفرق التونسيه، يعرف شنو هو كيفاش عنده معنا من الخبره وعنده يعني من الحنكه ومتعود يلعب الفينال. يمكن هذا بلوس معنا زادوا اكثر شويه على معين شعبين اللي اقل خبره، لكن نقول لك كام تاع معين اللي وراه معنا من اللي تولى من اللي خذا يعني من ماتش دو فينال تشامبيونز ليغ عملناه ضد بريمير من ماتش بريمير ولتوا ورا برشا ذكاء ورا برشا يعني حسن تعامل مع الافكتيف، حسن تعامل مع المباريات. خاطر الباركور اللي عمله معين يدل اللي هو معنا مدرب معنا عنده مستقبل كبير وعنده يعني من القدره باش يتحكم في الرصيد البشري ومعنا عنده من القدره باش يجير المباريات. خاطر عام كامل تعدى وكما قلت لك ثلاثة وجمعة ونجح بنسبة 95% أو 90% في كل مباريات كان انتصر فيها. معناها خليني نقول لك طموح معين شعبان أمام خبرة فوزي بنزرتي، هنا تقول لي شكون يربح، يا الخبرة يا ذكاء. إن شاء الله ذكاء نتاع معين هو اللي يفوز على فوزي بنزرتي إن شاء الله. قريب قبل ما نكملوا رائد نحب نسالك شويه على المنتخب الاولمبي، ما عجبش كون بحثين ما نسالكش على المنتخب، هل يجوز مقابلات مع الكاميرون ممكن تاهل ولا صعيبه شويه العمليه ولا كيفاش؟ فما شيء صعيب، احنا من عندنا بريسك عامين نحضروا الماتشات هذا، الماتش الاول معناها تعدى صعيب شويه خاطر الظروف اللي في السودان، معناها تعدينا بظروف خايبه، تيران قول نكوروا في حومه. معناها البيوز امبورتو اللي احنا ترشحنا معناها ديجا عنا الوقت معناها تو الناس كل كومبيتيتيف في جمعياتها، معناها كي باش نمشيو المنتخب باش نمشيو حاضرين، الانترونور يعرف بريسك جوارات الكل معناها مش بيلقى صعوبه معناها حتى في التبديل، دونك باذن الله حاضرين. حكيت على الانترونور كيفاش تقبلتوا؟ قال لك شكري خاطري ومدرب جديد جاكم. والله يا ناسي شكري معناها ابار الكوره معناها خويا الكبير هذاك معناها هذايا واحد بروفيسيونيل معناها هذه خدمته معناها يعرف معناها كي ما تمشيش الريزولتا ولا مباريات معناها اوتوماتيكمون باش يتبدل ستاش تبدل انترونور معناها واحد يقبل هذه خدمته معناها. يعني مقابلة ودية مازالت ما مشاتش النتائج معناها. مش مشكل مش مشكل. انا نتمنى له كل خير خاطر عنده علي فضل كبير برشا. شنو اضاف فريد بن القاسم؟ ولا كيما قلت لك انا معناها السيفاريد ما نتصورش معناها ما يعرفش بريسك الناس كل يعرفها، الجوارات كل معناها تكور سينيور ويعرفهم بالكدا، دونك معناها كي جا ما يلقاش صعوبه معناها باش يتاقلم مع الجروب، دونك سيرتو مع انيس اي كيما قلت معناها سيرتو سي انيس معناها قعد معاه معناها ما لقاش صعوبه معناها باش يدخل في الجو نتاع الجروب ولا باش يفهم الجروب ولا باش يتاقلم معنا، دونك كملنا معناها في الخط وفي الخدمه اللي بديناها، ان شاء الله ربي يوفقنا معناها. قلت لك عندنا كيب حاضره وباذن الله باش نترشحوا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الاولمبي في كاس افريقيا، ان شاء الله نتاهلوا ساعه ونتاهلوا كذلك الالعاب الاولمبيه، بالتوفيق ايضا ممثل تونس ترجي في التونسي في نهائي تشامبيونز ليغ ضد الوداد، وبالتوفيق غدوه زاده للتوال والسي اس اس، ان شاء الله نشوفوا فينال تونسي في كاس الكاف. شكرا لك عربي. ميرسي اسلام وشكرا على الدعوه. مرحبا بك ثاني مره هذه. عايشك اسلام ومشكور على الاستضافه هذه. مرحبا شكرا عليا باشا كذلك.
كذلك في الإخراج. نحن نتقابلوا السبت الجاي في موعد جديد من زون ميكس، قد نقدمه بساعة في رمضان من مرة 3 حتى 4 متراشي.